أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولاند بوش. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. التوقيع على عقد توريدي وتنفيذي وصيانة الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، يوقعها من الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس ورئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رولاند بوش. حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني أنا أرحب بكم أهلاً وسهلاً، سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم، وخليني أقول دايما الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي إحنا اتعاملنا معها. وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جدا واعتزاز شديد جدا بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم يعني التعاقد معها فيه. فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن، يعني بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي احنا عملناها في مصر خلال 30-40 سنة اللي فاتوا. فبرحب بكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر. كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف شولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا. President Al-Sisi, Prime Minister Matbuli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and Distinguished Guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow paths. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable, and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location.